زال الترجي يبحث عن نفسه لأول مرة، هذا الفريق يلعب مع بعضه البعض، يعني اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان في مباراة رسمية. كرة تذهب إلى سيف الدين بن العكرمي، سيف الدين بن العكرمي إلى الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي، يمر الغرسلاوي، يمر الغرسلاوي، كرة تذهب الآن إلى هيثم الجويني. تغيير كل اللعب من الناحية الأخرى إلى المباركي، المباركي، وكرة العصية لين، كرة العصية والهدف الأول. جول! الترجي يسجل الهدف الأول في المباراة عن طريق خالد الغرسلاوي القادم من الخلف بعد ضربة رأسية من إدريس المحيرسي في هذه الهجمة الأولى لفريق الترجي الرياضي التونسي. إذن بداية موفقة بعد 8 دقائق تقريبا. كرة أولى تذهب الكرة إلى اليمين للمباركي، يرفع هذه الكرة إدريس المحيرسي الحارس، ثم خالد الغرسلاوي يضع الكرة في الشباك. هدف للترجي في الدقيقة 8 من المباراة وافتتاح للتسجيل في وقت. موسى سليمان هو يضع الكرة بعيدة. إذن وجول من العكيشي، جول من العكيشي والهدف الثاني في هذه المباراة. يعني على مستوى الفعالية الهجومية ليس أفضل من ذلك للترجي الرياضي التونسي. العكيشي يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة. لاحظوا هذه الكرة، والجويني يلعب الكرة إلى العكيشي، يمدد هذه الكرة إلى العكيشي، والعكيشي على طول كما جاءت. هكذا هي كرة القدم، لابد أن لا نتفلسف كثيرا. والعكيشي يسجل، وبالتالي الهدف الثاني للترجي. الترجي اليوم ممتاز من ناحية الفعالية الهجومية، فرصتين هدفين، فرصتين هدفين. الترجي ممتاز في الفعالية الهجومية والواقعية الكروية. هذا هو هدف العكيشي، هدف ممتاز، اللقطة الأفضل في المباراة حتى الآن. كرة جميلة جدا، تصويبة قوية من أحمد العكيشي بعد إمداد بالرأس. مانغامباه يترك الكرة إلى مسيدان، مسيدان، والتمريرة خطيرة، خطيرة، وضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق كوتون سبور. وجماهير فريق كوتون سبور سعيدة جدا بقرار الحكم نامبيان درزا. وضربة جزاء بالنسبة لكوتون سبور، تأتي ضربة الجزاء في الدقيقة 58 بعد تدخل محمد بن منصور الذي يحصل على انذار محمد بن منصور، وبالتالي ضربة الجزاء. يحاول فريق كوتون سبور العودة في الشوط الثاني. ضربة جزاء إذن لكوتون سبور في هذه الدقيقة 58. كان أمامكم المدرب دوسابر، بينما ضربة الجزاء الآن سينفذها من سيكون أمام الحارس وسيم نوارة. من سيكون أمام وسيم نوارة في ضربة الجزاء؟ يبدو أنه جاك هامان رقم 9. نعم، جاك هامان، جاك هامان. برافو، برافو لوسيم نوارة، وسيم نوارة، وتصدي ممتاز لحارس الترجي الرياضي أمام قلب الهجوم جاك هامان. ممتازة من وسيم نوارة، وسيم نوارة، ليست جاك هامان ولكن رقم 1 ضائع. والكرة تستمر للكوتون سبور، وجول، جول للكوتون سبور اثر هذه التسديدة القوية التي تفاجئ الحارس وسيم نوارة. هدف إذن من اللاعب رقم 11 وهو كاميلو داودا. كاميلو داودا يسجل في الوقت بدل الضائع، يسجل هذا الهدف لفريق كوتون سبور. باقي من الزمن الآن
تقريبا دقيقتين ونصف، لابد للترجي أن يحافظ على النتيجة على الفوز. هذا هو الهدف، التصويبة ممتازة بخارج القدم اليمنى.